بدايته بشيكا. عايز اقول لك مش عارف عندك الكواليس دي ولا لا، شيكابالا من 3 4 ايام بيقعد مع اللعيبه اجتماعات مجزأة كده صغيره، ان في لعيبه اول مره تلعب مثلا نهائي، صحيح، اول مره تلعب ضد جمهور، بيقول لهم اهميه المباراه ايه او البطوله نادي الزمالك. فده دور الكابتن. ده شيكابالا عمل كده قبل المباراه، عمل كده كان واضح النهارده، كان واضح النهارده ان هو مركز جدا، وكمان كان واضح ان التفاف لعيبه الزمالك حواليه، يعني واضح ان كل الناس مركزه. ومن احسن ثلاث مشاش شفتها لشيكابالا، حتى يعني كان زمان بيقول لك لما شيكابالا بينزل ما بيبقاش كويس. الماتش اللي فات اعتقد بتاع الاتحاد فرق مع نادي الزمالك هو ومصطفى وكسبنا، لكن عايزين نقول ان شيكابالا 50 او 60% فرقه نادي الزمالك، مش في اللعب، صحيح، في الروح ولم الفريق، صحيح. ده اللي النهارده اللي بعيد عن الناحيه الفنيه نقدر نقول بفضل ربنا والكبار في الفرقه وخاصه شيكابالا اللي عملوا المجموعه دي عشان تكسب بالمنظر ده. لان من السنين انا ما شفتش 3-0، وكان ممكن يبقى 4-0 نهائي كاس. طبعا صحيح، الزمالك متفوق وخاصه في الشوط الثاني، صحيح. يمكن في ملل الشوط الاولاني ان كل الفرقه زي ما قلت لحضرتك خايفين، وان كان الزمالك كان افضل برضه الشوط الاولاني، صحيح. لكن لما الجيم اتفتح الزمالك يكسب بكتير يعني.